السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية يا جماعة إن شاء الله قريبا بعد عشر أيام من تاريخ هذا اليوم إن شاء الله رح ننزل لكم دروس كورس رقم 24 على المنصة ألا وهو الويندوز سيرفيسز أنت كديفلوبر لازم تكون تتميز بين أنواع الابليكيشنز الويندوز سيرفيسز بتعطيك هو نوع من انواع التطبيقات بيعطيك فيتشرز ما بتعطيك اياها الكونسلت ابلكيشنز ما بتعطيك اياها الديسكتوب ابلكيشنز ما بتعطيك اياها الويب ابلكيشنز ولا بتعطيك اياها الموبايل ابلكيشنز وتعتبر من اهم انواع التطبيقات اللي لازم اي ديفلوبر في هذا الكون انه يعرف نوع هذا التطبيقات الا وهو الويندوز سيرفيس لانه هو مكمل للانتربرايز سوليوشن تبعك بيفتح افاقك وبخليك تقدر تعمل انتربرايز سوليوشنز وتقدر تحط الويندوز سيرفيسز في المكان المناسب في الوقت المناسب في تطبيقك فاحنا ان شاء الله الكورس هذا راح يكون على السي شارب راح نعطيه بالشغلتين بالدوت نت فريم ورك وبالدوت نت كور ونعمل انواع ابلكيشنز اللي هي ويندوز سيرفيس ابلكيشنز وسيرفيسز وراح نعطيكم ريل لايف سيناريوز على تطبيقات عمليه على الويندوز سيرفيسز ونعرف كيف نوظف هذه الويندوز سيرفيسز في مكانها المناسب ونشوف ناخذ كيس ستاديز وين الناس استخدمتها في اي مكان وليش هي تعتبر مهمه وكريتيكال وهي تعتبر مكمله لرحلتك في الديفلوبمنت لو كنت ويب ديفلوبر بدك تعرف الويندوز سيرفيس لو كنت ديسكتوب ديفلوبر بدك تعرف الويندوز سيرفيس لو كنت حتى موبايل ديفلوبر بدك تعرف الويندوز سيرفيسز موضوع الكورس موضوعه بسيط جدا ان شاء الله بس الاهم من الكودنج احنا اخر همنا دائما في الكورس دايما نعطيكم تطبيقات عمليه من ارض الواقع من واقع خبرات وين توظف هذه الامور نلقاكم في الكورس القادم باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته